السلام عليكم، مساء الخير متابعين الكرام. بإذن الله اليوم راح ناخذكم في تجربة جميلة وجديدة بإذن الله. التجربة راح تكون زيارة إلى منطقة قيرطان. قيرطان منطقة تابعة لولاية مرباط قبل كهفير، إن شاء الله تستمتعوا معنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا بالعمدة. أيوة سهلة. بإذن الله راح تكون بداية الرحلة البحث عن الغنباء. الغنباء هو الفطر. الآن تبدأ رحلة البحث عن الفطر المحلي اللي نسميه باللهجة المحلية والجبالية كامباء، برفقة يعرف سعيد ولد خالي وأسامة مسلم ولد خالي. قبل أن نتحرك يعرف عنده نظام أو برنامج يستخدمه عن طريق جوجل مابس. عن طريق التحرك لازم تحط نقطة البداية هناك حفك الغنباء خارج البؤر مدور السوق. تواجد الفطر يكون في هذه الأماكن، نحن نسميها بالجبالي شدر أو جمعها كادر. شوف هذا الكادر تكون كذا هشة وتساعد في نمو الفطر. ما شاء الله. مثل ما تشوفوا هذه القنباء او الفطر. بعد ما تطلع اهم حاجة ترجعها مثل ما كانت، لان نلاحظ كثير من الناس بعد ما يطلعوا الفطر يخلون الحفر ويخربون هذا المكان. البحث عن الكنز. في مناطق عادة بتخلص مديل وعادة غدا ان شاء الله نكون محظوظين اليوم. حتى الحين معنا بس حبتين. مثل ما تشوفوا شوفوها ما شاء الله طازقة. يا جماعة لازم نفرغ، ترى هذا مش فطر. بعض المبتدئين اللي يدورون عن القنبة او الفطر يجيبوا هذا النوع من الفطر. هذا ما حد ياكله بعدين. مهندس في الدراسة ومهندس في الطبيعة. الله. زمان كانت هذه المنطقة كلها عبارة عن غابات من الإيجار صعب. للأسف في سبب ما نعرف، أحفار ساقطين، أنوال مناخية، إيش الأسباب؟ ما ندري. أتمنى من الجهات المختصة تبحث عن أسباب انقراض هذه الشجر في هذه المنطقة بعد ما كانت متواجدة بكثرة. بعد البحث عن الفطر الحين الدفى، الجو بارد امامنا، واحلى شيء انك تدفى بشايخ. اهلا شريف، وجودك وسالم. الله يحفظك برميزو. البحر الحين تقريبا جاهز الحليب. هذا الله يسلمكم طريقه طبخ الفطر. هذا صراحه ابداع صراحه. والله لذيذ، والله لذيذ جدا. ايوه هذا اكل الملوك ذي. الشيف نسر والله ضبط صراحه. تعال اكل الحجر. اهم شيء حي. اوه بيد الشيف نسر. راحة شغل ولا أروع. الله نشوفكم في التغرير القادم بإذن الله.